ولتعليق مشاهدينا الكرام على تداعيات الرد الإيراني على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق، والذي أوقع 8 من قيادات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لها، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. أستاذ عبد الله، مرحبا بك. أهلا بك. كيف تصف الضربة، ضربة إيران بالأمس لإسرائيل؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا هذا الهجوم لا يندرج تحت أي نوع من أنواع المعركة المشتركة الحديثة التي تعتمد عليها الجيوش في العالم ضمن العمليات الهجومية الاستراتيجية. في العملية الاستراتيجية الموسعة طبعا ما يبلغ 300 طائرة دخلت في الهجوم أو استخدمت في الهجوم. لم يكن هذا الهجوم طبعا بنية إحداث أي نوع من أنواع التوازن أو الرد الانتقامي من إسرائيل. لأول مرة في التاريخ يتم إعلام الجهة المقصوفة متى ستصل الطائرات في الزمان والمكان وتجهيز الطرف المقابل أنواع الرد، سواء كان يعني طبعا من داخل إسرائيل أو من قبل أمريكا وفرنسا وبريطانيا لكي تسقط هذه الطائرات. ولاحظنا كل الطائرات التي سقطت، منها سقط في الصحراء السورية، منها سقط في الصحراء الأردنية، ومنها في الحدود طبعا المحاذية للجولان السوري المحتل. كل هذه الضربات يعني لم تحدث أي نوع من أنواع الشرق، وإنما هي عبارة عن موضوع استعراضي بكل معنى الكلمة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، الآن كل المطارات الموجودة على الجغرافيا السورية توجد فيها مراكز تجميع الطيران المسير الإيراني شاهد 136 وكاميكازي التي تتواجد هناك. كانت بإمكانها لو تريد طبعا إيران أن تنتقم لضربتها وإهانتها والإقلال من هيبتها في السفارة أو القنصلية الإيرانية، كان استخدمت الطائرات المتواجدة على الجغرافيا السورية التي يقوم الآن الخبراء الإيرانيين بتدريب الروس عليها وتدريب الفرقة 25 عليها. وهذا من ناحية. من ناحية الصواريخ البالستية، الصواريخ البالستية طبعا يعني هي أصعب من الطائرات المسيرة في موضوع التصدي لأنها سريعة جدا. وإذا ما قررنا يعني عسكريا، أحيانا طائرات طائرة واحدة تخترق مجموع مثلا البطارية الدفاع الجوي ورادارات وتصيب هدفها. وجدنا أن أي من الطائرات المسيرة لم تصيب أي هدف ولم يكن لها أي تأثير نهائيا. لذلك الموضوع هو يعني لو قدرناه عسكريا موضوع فاشل إيرانيا. استفاد منه نتنياهو في الواقع، نعم صحيح استفاد منه عسكريا نتنياهو وسياسيا، لأن لاحظنا بعد 7 أكتوبر رأي عام عالمي وإقليمي وطبعا ضد دولة الكيان الصهيوني بعدوانه على غزة والمجازر الوحشية. الآن هو شاهد كيف يعني جاءت السفن والحاملات والفرنسية والأمريكية والبريطانية وقامت بالتصدي عن إسرائيل. هذا من ناحية. ناحية سلبية موجودة الآن على تل أبيب، مطار بن غوريون الآن مليء بالمهاجرين العكسيين الذين يريدون الخروج من إسرائيل لأن أصبحت تمثل بؤرة قلق لكل المستوطنين. فما جرى ليلة أمس لا يتعدى عبارة عن استعراض ومسرحية متفق عليها. طيب. وحتى الإحداثيات التي ستسقط بها في صحراء النقب أعطيت لإيران كي تصل الطائرات إلى هذه المنطقة. وزير الخارجية الإيراني أقر بأن طهران أبلغت واشنطن بأن الهجوم على إسرائيل سيكون محدودا، ولكن نرى أن إعلاميا هناك تصريحات بأن إيران سيكون ردها ردا ساحقا وحاسما. كيف يمكن، طبعا ذكرتم أن هذا الأمر هو للاستعراض، عندما تقوم بإبلاغ الدول المجاورة وإبلاغ واشنطن وبموعد الرد أنه سيكون يعني الإبلاغ قبل الرد ب72 ساعة، هذا هو ما تصفه بالهجوم بالرد الساحق، يا ترى ما هو الهدف من هذا الاستعراض؟ يعني في الواقع يعني إذا أضفنا التقدير الاقتصادي لثمن هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، يعني هذا الكم الكبير جداً
لن يكون في المستقبل يعني كثير من وسائل الإعلام وحتى المحللين العسكريين لن يكون في المستقبل عدد أكبر من هذا العدد. يعني هو أكبر هجوم يعني مثلا بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل يعني لم تحقق شيء. هل سيكون في المستقبل الرد بألف طائرة مثلا؟ أتوقع لا، لن يكون هناك رد. وهذا الموضوع طبعا سبقه تصريحات يعني لخامنئي بأن نحن لا نريد أن ليس بيننا وبين الإسرائيليين أي عداوة، وإنما هو عبارة عن يعني رد من أجل انتقام للشهداء حسب قوله طبعا قتل السفارة من القادة. ويعني في الواقع لو قدرنا حجم القوات التي خرجت من إيران وحجم الضربة التي قامت بها إسرائيل في صاروخ واحد قتلت فيها 7 قياديين، فلذلك يعني إيران نجدها أن هي عبارة عن أداة بيد إسرائيل. حتى في هذا الهجوم هي أداة بيد إسرائيل، في يعني هي لا يهمها مقتل زاهدي أو مقتل موسوي أو غير ذلك، هي المهم أن تؤدي دورا كبيرا لإسرائيل وأمريكا وغير ذلك، حتى أدرعها في المنطقة سواء حوثي أو حزب الله أو حشد أو نجب أو غير ذلك طبعا. والشيء المستغرب طبعا الكل كان يترقب موضوع الهجوم، أثناء الضربات الطائرات المسيرة قيل بأن هناك سيتم عند وصول أول طائرة إلى إسرائيل سيكون هناك هجوم مركب. الهجوم المركب طبعا حسب يعني مفهومنا كعسكريين ستساهم فيه قوات أخرى غير القوات التي تقوم بإطلاق الطائرة المسيرة، مثلا من حزب الله، من أنصار الله، من سوريا، من العراق. لماذا لم تقم إيران بهذه الضربة التي هناك الكثير ممن وصفها أنها ضربة لاقت سخرية كبيرة على مستوى ردود الفعل الدولية؟ لماذا يعني جاء وقت هذه الضربة التي وصفتها بالاستعراضية؟ لماذا جاء بعد قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في سوريا، في حين أن هناك 6 شهور مضت على تدمير وقتل الناس في غزة بوحشية؟ ما يجري في إيران من موضوع يعني سواء إيران أو أدرعها لا علاقة لها بغزة. إيران لا علاقة لها بموضوع غزة نهائيا، هي عبارة عن عدة رسائل. هذه الرسائل تقوم بها إيران من أجل أن تكون هي يعني موجودة وحدها في منطقة الشرق الأوسط. هي لاحظنا مثلا هي من تستلم الآن زمام المبادرة، يعني ما تسمى بين قوسين محور المقاومة والمانعة طبعا هو عبارة عن بالونات اختبارية للشوارع، للشارع سواء الذي يناصر مثلا غزة وغير ذلك. طبعا في الواقع في النهاية بانت سوءتهم بأنهم لا علاقة لهم، هم من أجل استعراض ذات الصواريخ التي انطلقت والطائرات المسيرة هي رسائل للدول العربية وليس لإسرائيل، يعني بأن إسرائيل طبعا بأن إسرائيل تعلم بأن الطيران المسير الإيراني موجود، هو يشترك في أوكرانيا بضربات بكثير من يعني المعارك، تقوم مثلا لديها طائرات يعني حتى لو كانت غير تقنية تستطيع أن تحمل رؤوس خفيفة، لكن لديها مدى 2500 كيلومتر. هي هذه الضربات رسائل لدول الخليج في الواقع، للدول العربية، للدول الإقليمية، بأن إيران لديها قوة في استخدام الطيران المسير والصواريخ البالستية خيبر 4 وشهاب وطائرات شاهد 136. كل هذه طبعا هي من أجل تفخيم هذا الموضوع. أضف إلى ذلك في نقطة هامة جدا، أعطيت تعليمات لكل وسائل الإعلام بأن خذوا وعلقوا على هذه المواضيع بمحمل الجد وأعطوا الموضوع قيمة أكبر من ما هو موجود عليه. لكن من يحمل في داخله فكرا عسكريا حقيقيا ويقارن ما هي النتائج وحجم القوات يجد بأنها هي عبارة بالفعل وبالتأكيد عبارة عن طبعا يعني اختباء وراء الأصابع وأظهار بأن هذه القوى الموجودة في الشرق الأوسط هي أعظم القوى إيران بالتالي. وهذا واضح. شكرا جزيلا الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.